سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في العمرة. قال كما هي عمرة وحي كيمد حديث أما أحكام تجمع نيسا مسائش كل من ما جاء يعني وحي كل يمد في العمرة عمرة أحكام تيدا عمرة هي حج كل بضع سيلة القرآن كيس وقوة الشيطة وأتم الحج والعمرة تبالي هي لغة الزيارة زيارة لله روحي إنه زيارتك عبدا أو عمرو أما روح الزيارة لم بأسك سوق لي حق اللغة اللغة مرر يعني أنت بضع اللغة وكعام سنتهي حق الشرع مركي لفيريو قال شاعر وحول تهل ويكسر ويسوديسا الغرقد بيكسوديسا جيت كمرك يفوش ركبانها ويفوشنا كما يهل الراكب المعتمر سيدو إنك معتمر في وقست أوكلا هي يعني أساس فك وحين نقول زيارة وهي هل كاز كيون قنايا وقيل هي القست قست وهي وكاد ميل قصدو ساس نقول يساوي هذا قائل شاعر كاس وقال قسم ابن معمر حين اعتمر أي حين قصد وي وشرعا قصد البيت كعبة الله قصد وي على كيفية خاصة سجوني اللوغ قصده ودنية لغه الرئيسين أيو قيل إنها مشتقة محلقة سوقات من عمارة المسجد مسك العمرية الحرام العمرية مرض أحكام تيدا مركي مركي لفيريو لبين مذهب واجب الكدير سيدا حجك وكله سيدا شافعية دي حانا بلاد وكله مالكية دي ايو حانا بي مالكية ده اي حانا في يدنا سنة كدقة لكن واجب سنة ان لقد تقيم بيسا كدقة وبي حدثني يحيى عن مالك عن صمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح الصمان ذكوان الصمان نوالي لهاي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحد على العمرة إلى العمرة والعمرة عمرة ذاسو إلى العمرة عمرة كلا لقى قالوا كفارة مكفرات مكفرة محبة بين لما بينهما وحي دم بها لحظة ضلعي يا أسطور إساء كفارة السيادة بواس كفر كفر وحا كفر لغو مقعاب الروح وحبو قرنيا نكا كافر كي نكا بيرت قضان إيا الشنيدة نلك قيرين إيا عيد حولولنا يكان كفار بالله إنت بضان حبو إسانونا نلك قرنيا كفارة مركب وحوي ودم بقاد كشبي كعبة عمرة لقب الله إلى عمرة ذكر لقى قال لما بينهما محل وجه ذا عمرة سيد حج كم مع السنة معها ضاد وانت وحلاقي يا باينا بشي بدور جر عمرة سطو هذا لكن لبا سنة ضاد عمرة سطو ده سنة ككلا عمرة سطو أنت وده حيس إن لبابين بظهر ككرن إسا كل كبائر ثلاث كيل عليه والحج حجك المبرور المبرور كأها المقبول كأها ليس له جزاء أبال كلمة إلا الجنة الجنة الموية هذه حجك لغا أقبلنا الجنة أم أبال كاكو نقريا مبرورنا وحالو قمك عابي ومقبول شروطي هي أركانتي ولم يسترتش حجك ما الحلال نبوتك حج دي تظن ما أظن حمن فعل حن يقول حن نبوتك إلى لسا إخلاص كي نبوتك تمير ثم مبرور بو بسكن نقريا والله أقبل بي كتغطا الحج المبرور وحج كي لا أقبله أما صنها هذا أما فرلها هذا لكن شيء يقول كي لا إسكا إطلاقه إذا أود لقى الشيء يصرف إلى أكمله بليه شيء مركي لا إطلاقه أكمل كان له بليه حجك مركي وحال وجد حجك فرل كأقول كأضطي ما أدو أكمل كان له بليه مركي اللي بليه كل شيء لا إسكا إطلاقه أكمل كان له بليه إذا أود لقى الشيء كل شيء لا إطلاقه الحج اللي يعني يصرف إلى أكمل الحج المبرور حج كفر الكعكد حول حلال أتكو حج دي أما حجك هديات حول حرام أكو حج دي أما ضدك الحديث لبطوه ضدك حجك يعني حجاج تعاد لبطوه وأفي أدنا أتكو لبت حجك اسم مبرور من قرأي بل حول هديات هديات كو حج دي إنك سوفر الكعكد حجك أدنا مبرور من قرأي فر الكيس الأوران مهيو لكن أحمد بن حنبل وحويز حنا بلد وحيلة ذات حرام كحجيو حج بركون قرمايو لا يقع فرق فرق كعاد عمايو
ساسو حنا بلد ليه هو الأولي ولي جاب حجك حول حرامات تدك حجك لكن علماء ذكر الوحيلي وسيد نتي مالي عن حرام هدات كنت كتو كلام وما راح حرام هدات كنت كتو سلبو رجل صلاة ويكا صحي لكن يعني وحين نقول إن ده لو جامع أقبل أيوه سيدي وكلهم بيكرد قال علماء ده إنتوا ذكر ساس يكرد جاي ووحي عن تحريم كيو وحاك كلام لبا حج كأسحتين كيس الشيء يقول لبا بيرد وكلام نقول شيء هو حاب بريون وصحة دي سديدة دي أركان تيسي شروط دي سلواي لكن حول حرام هدات كو حجي دو أشكان تيسي شروط دي كم جيران لكن ده سيدي وذكر لي أدب دم بلا أدب طيب مركا حج كم بلقى أقبل إنينا وكاد عبالي ليه الأركان تيسي شروط دي والله تبيده العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور حج كلا أقبله ليس له جزاء إلا الجنة جنة مو يوحك له أبا رمالي وبي حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأته قبر تمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر يعني حجاجتك مدى نبي تمد فقالت وحيت لي اني انا قد يعني اني حج لي دوري اني قد كنت وحان هذا تجهزت تي ديار ستب انا للحج حج كسهيد سي وان ديار سد فاعترض لي عارض فاعترض لي وحاي بن بحاي عارض وح مانع هو ايغا يمد حق الله ووح اي دي حج تي با ايغو يمد وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي با كويدي اعتمري في رمضان رمضان اسك عمريستو فإن عمرة فيه في رمضان كحجة بين المتاعي ضد رمضان كعمرة الله تماده أدو حجي من إسكو أجر تهاي تهاي إسكلا إمام النبي كله عليه الصلاة والسلام كل كحجك يعني لم يتبعي تهاي دو حق ثوابك وحي رمضان كده ثواب بدل بوليه ودى سيدة صلاة وكلا تكري سي يعني أجر بدل أولي هاي خير من ألف شهر الليلة يهي يعني رمضان كعمرة زيادة وكيان إساءة راتي ضدك إنت بدل مديك أركا رمضان كأضع عمر إستار aad bay ajirigeedu u badan tahay gabadha nabiga kaliyeed saa uma kaliyeed uma jeedo yaani inta mariif in umratan oo fihi fi ramadaana ka hajjata umrata gabadha umradeedina way noqoto kala dhawaa noqon nabiga ku soo waxa aad talinayso xaga cibaadadka sida yaani meejo uu ajir badan baad kula talinaysa gabadha nabiga markuu la taliyay calayhi salaatu wasalaam way murugootay xajki bay u diyaar garowday way suuragali wayday dibaata ku timid waa laga sharay oo ilaan wuxuu ku sharay oo dhana xajka ka joojiyo iska sharum buu noqon laakiin weyna xirmana bay ka dhigan tahay way cunna umratan fihi fi ramadaan ka xajatin bay lamid tahay umrada bay nuuri ku jirnaay umrada marka waxyaalaha nabiga ictamirida amarka nabiga waxaad moodaa haday waajib ku tahay waajib bay noqonaysaa oo meelaha wajibka umrada laga qaadanay ictamiri baa kamida waxaa kamida hoo kale waa atimul xajj wal umrata xajki iyo umrada tamima maxay yar shayga itimaamkiisa markii la isabmaray إلا واجبيه شيء إن لا تتممه كل هذه إلى أت وأتم اللي يريد كل هذه إن لا تتممه إلا واجبيه بالله وجي سهرنا وواجب عليه بالله وجي سهرنا واجب ونقرأ يا مرك سات راد إلا واجبيه واجب كي يعني مرض يعتبره في رمضان وبي حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال وحول سيد عمر افسروا كلا سارة بين حجكم وعمرتكم مريد حجك كلا صار او حجك انا غوري وحجي عمره انا غوري ودمايستر او هيسكو دارينا حد كل كان موتا قيران كي يقيبتا سامر كلا ليا كلا غوري وكلا عمره انا غوري كدغتا سي لبدي عمل الى مد الباركان تي سي شروبي سي غوري لوغا دغو تاس اي نكون ايسو هيسكو دارينا فان ذلك كاس ان الحج كان غوري كدغتان عمره انا غوري كدغتان با أتم لحج أحدكم أحد كين حج كيس أساس أو فيها أطام نما بدن وأتم لعمرته روح عمرة دي سنة كأطام نما بدني أن يعتمر إنه عمر استوي في غير أشهر الحج حج كبريه سبلا رهين إنه عمر استأو في عن عمرة مركع العمر سنة يسوع لأن هذا يجر عمرة حج كهتات قطرته ولا يسباق صار حج كيف ميجد تاجن هتات قطرتنا دي حج عمل كيس يبقى كويس تا دي كلنا دال كأكو بدن وكان دقي مركا أشهر الحج هذا هو كسهرة عمرة كوفي عنه كوري يدا كان دقي وفي غير أشهر الحج هذا هو نغني ساه وأتم لعمرتي شخص عمرتي سوحا وطامسا أن يعتمر في غير أشهر الحج حج كبريه سبلا عن هاي نوع عمرة استوفي عن بالليه لكن حج كإلا تقولي وحجدو عمرة أنا قولي وحجدو وكلاقات كلا سارتو يافي عن قلت عمر وحد ودا هذا الكابن عمر بن الخطاب تمتع وقلدي يرد دي دري لكن لقد دي دي
تمتع وهي أبكي أن صامر مي بأن تحرم ويجب بكل منهما وحده فكريها عمر التمتع لئلا يترفه الحاج منك حاج إنه سن راح يسننه دمر كي سي إيو ديب كي إيو الأركي وحلال يأمر كل راح يسنن وها كان من رأيه رأي جيس وحاكم ذها عدم الترفه للحاج بكل طريق وهذا رواه جابر أيضا عن عمر عند مسلم ومر قريبا ما فيه قل وحيليه وأن صامر نينا إنه يعني مسألة داسي أين أهين مركا ساسا تاب نمضى وبي حدثني عن وبي حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان وحوها إذا اعتمر مركو عمر يستو ربما لم يحطط إنه سنكفر إن بالغ يا بجري متاع هو ألا تيس كما فرجرين عن راحلتي راحلة كما فرجرين حتى يرجع إلى سكن نقضه أنا الألام تي أنا وما يجوا كلكم عمر يستو جديد كيس مونا كفر الجري بس كنا كلكم عمر يستو بس كتر الجري صار سكان دكان تمر كده بدي أهرن مونا كد كد الألام تي لبور رجيم مونا كفر الجري بلاليه بس ما بنا عفان كان إذا اعتمر ربما الله ما يحضر إنه سكفر إن بالله يا أبو سكد الجري بقاره يا الألام تي أي أنا الألام تعب إنه كان لي عن راحلتي حتى يرجع قال مالك وحوري حكم كي عمرة الشيقي العمرة سنة يسوي عمره هو سنة مدام كيسة كمتها مدام كي إمام مالك وسنة أبو كدير ولا نعلم مؤمن بوري ولي بو كسي ترايو أحدا من المسلمين أحد المسلمين تكمدنا مؤمن أو أرخص فوقي عن البرنايستي في تركها إن لغتها والفير هدنا هدنا وحيو ليه إنك تغن عنك ما لغتها برنايستينا ما نانا ذلك ما نصنة بوريه فكا إذا سنة مؤكدة سنة مؤكدة ومكدير إلا شيء هدان لغتها أول دائما معها واجبنا ما كنتوا واجبنا ما كنتوا ده صنعه نبي كراتبة ده تكنين لا يسال الله كل كي نتكنين أما هكون رسابة كتب بس ما واجبنا ما كين ريسا ده ندوام بين قوتنا ده صن مركز شعري مركز وكان لما ذهب تو يكون قيب سن مثل ده يكون قيب سمين الله بي الله بين هذا حنا بلاد إيه شافي جد واجب بكذا وفر الله خدي أرك إنك استأرت أركان ولا ده صنعه كذا كتاي حكى كأجي فيري وحيلين هذا إنه فرال كذب نسيت حجك وكله، ده أركان الإسلام كشنطها ميالو لحي. حديث كان أركان الإسلام على أركان الإسلام، أركان الإسلام هو عشان ليه شهادتين كله باللابي، الصلاة إيوه، الزكاة إيوه، صوم كي حجك لا كذب ده عمره حقيقي كجيل تابيني، حقيقي كجيل تاب، حاجة سك إيه يعني يب، هو حيله كل هذا أركان الإسلام ككمل هين، الله هو دارين، سيد حجك سير لغات لي. حجكو كلا سبب دقي سام بيلي حقا سيكد لي لكن هذانا قول هذا كله وحيلي سو كان إله القرآن كيسا أنا وأتم الحج والعمرة لأن النبي قرن عمرة استي بعد مثل كله وحيلي نادي أي سلطة هذانا حجك حجك سر مر قرآن الإسكولية عمرة الصوت الله بدين أيوه حجك ما الله بدين كرا أرك عضو حقا ما لها سامورا كذا عي لكن وحي علماء ذكر الله يكون قيب سنت قلبي يدل بالدليل كيس وطاع لكن قول هذا إنه وحيليهم رواية وحاجرته حاجك يعني معناه تطوع كدكتي قصدي نحوق بدن رواداس محوق يعني إنه سنة هاي كدكتي ولذا نمرك كل كل جو حجيجي وأتم الحج والعمرة أيضا أمر كنسال العرنا يا وحيليهن إتمام كوان وقل هاي وجوكم أقولي أنا صامرنا هذي عمل لجودا كلو ما مالي مقول يسويه هذي لجودا كلو إن لا تام يا الواجب وكدكتي وحيليهن إتمام كوان وقل هاي واجب نمد مقولي ساس يليهن وحيليهن عرف كان هذا بحجك قل وحيليهن هذيل واجبهين ما حف حجك عمرة الأسبوع عطف وأتم الحج والعمرة محلوليا عرف هو عطف الاقتران والله مش يجوا واجبهين ولا تقع عطف كرا من هو مؤكد من هو وركن ومن أركان الإسلام كم ذا دلالة الاقتران من أضعف الدلالات بليه دلالة دي على توضع يفصل بين غريسا قال مالك وحول ولا أرى عنه ما أركه لأحد أحد أن يعتمر إنه عمره يستو في السنة مرارا مرارا بضل إنه عمره يستو أنه ما أقولي بوري لكن إلا عمره يستو أنه يعني أنه ولا أرى أمه رأيي يسوم بشيخ الدين ومجتهده إنك مجتهد كسيدي سوى تدم التقليد سدو وإنه رأيي يسوم نصوكو كابصدو هدو ده التقليد سدو ومقلد ده مقلد يعني وحو نقل يعني المقلد نقل دو يعني رأيي يسوم شيخ وي مقلد ونقل يا فتبر ما نقل إساد قال مالك وحوري ولا أرى لأحدنا يعتمر في العمرة مرارا قال مالك وحوري في المعتمر منك معتمر كا
oo yaqacu bi ahli haaskiisa ku dhacay oo marka de dumarnimo uu yacna oo nin yacna ka dhigtay macna dumar oo ku dhacay oo tagay bay ka dhigantahay oo xajkiina hadda muuna gudanin oo umradii ma dhamaysatirin xajki sidiisi iyo akarmay noqon inna calayhi korkiisa waxaa fi dalika dhicidda uu gabadha ku dhacay macna uu dumar ka dhigtay alhadya baa lagu leeyahay hadyadii waajibka ahayd وعمرتان أخرى هي عمرة كله عمرة ذا صور إذا لن تنوي كبرته يبتدي بها وكسو بالله وكسو نيونه يو بعد إتمامه ولبا كل قط ما يصير الله تي عمرة ذي أفسدها وحمايي كل قط ما يصير ترى يو هذنا بالله بدانا مال كسو حرمان طانا ويحرم ولبا وكسو حرمان طانا تندم بقى حماتي تي تندم بقى تي هرا كحماتي كل قط تندم بكون بدل يو من حيث مكان أحرم بعمرة بعمرته التي أفسدها تي فسادي هل كسر حري بوتنا كسر حرانيا والله امتحانيا وأدنى الحل لدين ما يوليه هل قطيه هر كسر حري تنا كسر حدو ساسو كده بعمرته التي أفسدها إلا أن يكون إنه يهي موي أحرم إنه كسر حرم ذي موي من مكان أبعد من ميقاته ميقات كيسو لها ميقات كف إنه كسر حرم ذي عمر ذا موي وفليس عليه كركي سماه أن يحرم أن عمرضا كسر حده إلا من ميقاته هذول لكم ميقات كيسي ميقات كف كسر حده مثلا يا ميقاتها أبعد المواقيت مواقيت وحأفق ميقاتك ميقاتك مدينة كل كلا كسر حده ميقاتك وكل كا يعني جعفية كدو يلام لم يا مي وكدو يلام لم يا كدو كل كا هذول ميقات كيسي إن كان ميقات مليه نقول بمن أفرت الجهود نك كإيمان يبذل بميقات بإلهي وسمي سبحانه وتعالى ينبه يقول عليه الصلاة والسلام ميقات كم ميقات كفك هطوع مرضا كسوح لطيفة سادي لكن ميقات كيسي وكله يهي وحواجب مع إنه ميقات كيف وقال تجاء ميقات كيسي وكسوح مريا هذو أقولك كي هل كفك كيس لهم بالغ امتحانا فليس عليه أن يحرم كركي سماها فليس عليه كركي سماها جناح أن يحرم بأن يحرم من ميقاته ميقات كيس إنه كسوح المبعث قال مالك الحوري ومن دخل مكة أنا وحكيت لك أنت عمرضا إنك ود كف فسادية أما قبل ما يكون فسادية إلا رجع وحي لو حكمهم بقبلها أنا لو حكم يوم قبلها وحي رجع لو حكمهم بقبلها حكم كل يقول إيه هاي يعني وقال ما لكم في المعتمر يقع بأهل هذا يظن والله مظن هذا يظن غير كذا كل عضو واسكو حكر ولا بضاض لأن النساء شقائق الرجال تمركو رجعهم بجيح يدي وحي رجع لو حكمهم بيجنا لو حكم تاسين نقول يسوي قال مالك بن ومن دخل لك قال مكة مكة سو قال بعمرة مع عمرة سو وطا فطاف بالبيت بو طواف وصعى ولي هو اردي بين الصفا والمروة بو اسك سعي والحال هو اسو جنوب يحيى صفية مروة لحظة دي بو سعينا لين والحال هو جنوب اسو جنابيسن او ان سعي طهارة لو شرطيا هو جنوب او امس على غير وضوء حال كسغيه ثم وقع بأهل أهل كيسي وسكنه عسر حتى ما كنا ماضيا أهل كيسي موال حلال وذئب ويسير أهل كيسي وسكنه عين ثم ذكره حصص طيب قال وحول إمامكم يغتسل أرطه وميرانا يا أو أمس يتوضع وتنويعي دون ميرا لغلها وميرا أو يتوضع وهدي ويس قبل غلها من ويس قبل ويسيس ثم يعوده النقر الدناح عمردي بديبه النقر فيطوف وطواف يا بالبيت وبين الصفا والمروة والطواف ويعتمر وصوح مريسا عمرة أخرى ويهديها دينا وبحي على المرأة وعلى المرأة حاسكين وحال يقول قبل هذا لفت هذا يعني ويسيد اللي قبل يجي وعلى المرأة قبل ذكرك يدنا وحال يقول إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك وحي رجل يقول ما يدنا يقول رجل وحي يقول إياه ينبه يقول إياه عجيلا ينكو يستغل مؤمن إسك جاهل بو أمان نسيان باكو داعي عمره دي مركو مكالا سوى قلي هم بو يستغل أو ويسق بي ويكو بضان تايدات كيانا يستغل ويسق بي أما إسك جنابي سنب هم بو دي عمره دي إسك عمرست كل حاجة طوافك ويسق بي لشرقيا إيا إنو ظاهرية إساقين يستغل ويسق بي نبو عمره دي لمست وو طوافي وسعي إسك حياتها طوطو إلا أن تابعكم أن بيستر بيسوما كل كدبوم وحصوصتي عمردي وعمريستي كل كاسو قلي بساء كبدا إنه وحسن ويد حلالوني إرهير كيسيب آية للبركة ديسكي كيست فكاسو أكعه
kolkii dambe ee arintii dereerki iyo wixii oo dhan uu mashquubay buu xasuustay dawaafkiisii iyo sacyigiisiiba inuu la weyse qabin uu janaabaysanaa. Idan maxaa halkaa ka dhacay? Cumradiisii marka cumradiisii horta way burtay ogow, way burtay kolka alle way fasaadadeed. Ila maxaa yeelay dawaafkii ma asixin, kol hadduuna dawaafkii asixin dawaaf waa lagu leeyahay, dawaaf waa lagu leeyahay. Isagoo dawaafkii asixin yuu mooday inuu asaxay, halkaasuu reerkiisii iskala saxay. Dee jimaac maxaa kolkuu jimaacii dhacay, cumradiisii dhexdiisii soo muna fasaadin, way fasaaday ogow. Ilan waxaan u sameeyey cumradii ma ahee, oo shardigii baa maqan, dawaafka shardigiisii baa maqan, way saqabkiya. Idan ninkii cumradii ma ka fasaaday, kolkii dambuu xasuustay dee inuu wixii qorribnay arrintu ina la waagaaga dib hoo noqdaa la yidhi. Muxuu noqonayaa? Dee shuruudii dawaafka ha ilaaliyo, sacyigiina ha ilaaliyo, oo sida salaad oo kale maaha. Hadday salaadu kaa fasaado oo dhibaato ku dhacdo, salaad kale umaad gali. Xajku hadduu kaa fasaday cumradu isagoo faasid, aad haddana dhammaystirin shaqadaasaa joogta. Isagoo haddana kaa buray oo hadda kaa xumaaday, yaa dhammaystirin. Ninkii marka muxuu samaynayaa? Xajkan horta cumradan saasuu ku dhammaysanaya. Wakadalika alxaju xajkana saasuu ku dhammaysanaya, hadday arrintan oo kale ku dhaco. Kolka dambe dee cumradii inbuu dib ugu noqono waqti intuu dee kolku tan dhammeeyo, unbuu tu dambe weliba hadiya soo raaciyey oo bedeladii wadato oo umur ayuu haddana yuu la imanaya. Ilan tani way xumaatay, saa daraaddeed buu kuu leeyahay. Waman dakala maka, maka ninka soo gala, bicumratin maca cumratin fadaafa bilbeyti buu dawaafay, wasacaa bayna safa walmarwa walxal junuub huwa junuub, uu janaabaysan yahay oo amasa calaa kayri wuduu uma waqaca biahli. Cumradii baa kuu dhammaystirtay buu ninkana yidhi oo ahlkiisii buu iskala seexday. Nima dakara wuu xasuustay inuu janaabaysnaa. Qaala wuxuu yihi imaamku iqtasilu wuu maydhan oo yatawadau u celi, iqtasilu junuubkii u celi oo yatawadauna kayri wuduu intii u celi. Tuma yacuudu wuu ku noqon dawaafkii iyo cumradii dib ugu noqon. Fayaduufu wadawaaf bilbeyti ilan kii hore ma tirsane oo bayna safaa walmarwa ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك ترك لا يدنا لقول يعني قال مالك وما مالك حوله فأبل عمرة عمرة من التمعين لقصة عمرة السنة أدنى الحل فلك الحرم كجورته أنت بدأت تدخل حكاية قصة عمرة التمعين فلك أما قصة حرم عمرة أو تمعين لقصة عمرة السنة فإنه من شاء منك الدونة حالي الشأنية من شاء منك الدورة أن يخرج من الحرم إنه كبحه ثم يحرمه عمره وهل كسر أنت حرم كبحه وهل كسر عمره استعلاش أو تنعيمه فإن ذلك مجيء عنه أردت أسيب يكبد يساعته تنعيم طبعا إن شاء الله وتبرغ يكبد مسألة ذلك كل هذا حرم كي كبحه وتنعيم كسر ليودي ويكبد يساعر داسه ولكن إمامك وحولي يعني الله فضل سيدا فضلك بدني تنعيم هذا أن يهل من الميقات ميقاتك وينو كسو حرمضو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميقاتك وسميها كسو حرمضو او اما سماها كسو حرمضو مما كسو حرمضو هو ابعد من التنعيم اما التنعيم يونا كو غابسنني ميل كفك كسو حرمضو سو يعني او رفاضو الى تنعيم مك مغالدي باي كجلتا انت مغالب احمد ما با لا يرى جوجيون باد سرنني سا كل كادو سوتو بيد تنعيم باد كلي مغالدي لوي وينات مكه وكاس كل كاد تاو دقاقدبا مغالدي باد كليس marka tanciim iyo magaalada waa isku mid un kalaba garan maysid yarunba kuwada maalin markaad madwadaysa inuu kala fog yahay markata magaalo weyn bay noqotay marka tancinta qabalayaheena mid ka mid un baad moodi halkan unbaada tegaysaa dadkasoo xarmaan hatana waa iska soona laakiin xalaal baad noqono dee xaramkii maa ilan magaaladiiba xagga tanciim marka loo socdo adna alxilli baa lidhaha waa meeja ugu dhow beriga waxaan xaramka ahayn marka dee magaaladu hadday sii socoto wayba dhaafaysa ma imika intaasoo dhisaba dhaafayba saa daraaddeed sidaasaa la soo xarmanayaa oo ama samahuweed min atanciim yuu ka soo xarmanayaa baabu nikaaxi lmuxrim ninka muxrimka nikaaxiisii inuu yacni wax guuriyo oo uu guursado saas xukunkiisii hadaa waxta weyn وفي حدث لي يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع يودري ورجلا بودري من الأنصار أبا رافع يرجل من الأنصار أي يودري النبي فزوجاه ويسوقون ويطونين فزاه وجاه ذو حاله فسرى وأدونه فزوجاه وأدونه هو أرنب جاه أدونه ميمونة بنت الحارث ومن كبر يود بيسين بقول سيد بالجاه يودونه
كبرت عصي النبي دونين والرسول الله صلى الله عليه وسلم حال النبي قلنا بالمدينة تبي يكون سجيا قبل أن يخرج انتونا النبي قب بحن يا كبرت أو دورين بكذا كان تاي كل كذا حي كذا كان تاي كبرت عديد كانوا كتوسين إنه سوي النبي حرمانين قبل أن يخرج انتو سين مدينة كب حنونا معنا حرمانين بكذا كان تاي يا دونين وحنا كل كذا ليه كبرت وحي أريد تودي بتي عباس بودي بتي ساسا كبرت النبي قل له قولي لابد أن وعوة دورينه النبي قو وكله وكذا تاي وين هو الدارين نبي عليه الصلاة والسلام وركاساس كبرنا الحجور سدي نبي هو يدو حلالا يد نبي هو حلال يعني إيه نقول مركي دمنا نبي هو رجل كا أو من الأنصار أو من خول بالله إن كاس نساس وها وركاس النبي هو وذاهب قولي فزوجه أنه وكلهما إنه نبي هو كاشي في قبول النكاح له إنه نكاح إيه أقبل النبي هو ولكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لما خطبها النبي جعلت أمرها وحيوبيبت إلى العباس فأنكحها النبي أبو كوريي وعباس بألفتي سئنت ولي النقضي وقبضه وكيلتي يعني ولاية النكاح يوبيبتي يقولك النبي أبو كوريي فظاهره حيديتك وحد ودال أنه قبل النكاح بنفسه نبي أقول لفتي سئن وأقبلي قبضه ويقويه الرواية ابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قدمه وهو محرم نبي أبو صادلي صلى محرما فلما حل تزوجها ولا وحيله نبغوا سووا انتك حكلكوا حلال وقبد كرسي كل كف يحمل قوله فزوجاه على معنى خطبا ويضونين بلغوا اغريه ويضونين وبي حدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن اخي ابي عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابان بن عثمان بن الدري عمر بن عبيد الله يا ادر الى ابان بن عثمان ولن كتابعها وآبان يوم إذن أمير الحاج تدك الحجاج تأيو أمير ياهي وبق إلى أمير دان لوصى من الحجاج تا أرنت كل كا يعني ويخرب بيسا أمير بوها وهما حال لبضع السنة لبضع يسوي بيت بيك دكان تاعي أرسل بق وحود درن يعني لبضع نين أدري وحوي أن عن نبيهم بكبري أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى آبان وآبان يوم إذن وهما محرمان لبضع نين ولبض محرم بيك دكان تاعي آبان إيوه من كان كلا يعني وهذا هذا الياي لبضوا محرمان ويه لبضوا وآبان يككلبوا ويه يعني محرمان ويه إني قد أردت أن أكح وعكور كل كلا بضوا محرم كي وحويه وآبان ي ي ي ي ي ي ي عمر بن عبيد الله هذا لبضوا صار محرمانا يعني لو هما محرمان قال وحوري إني أنا أردت قد أردت وحاندوني أن أكح إن نجوريو طلحة ابن عمر إن نجوري أنا أكح إن نجوريو يان دوني بولي طلحة ابن عمر بنت الشيبة بن جبير إن يقوريو لبدا إن يسقوريو وأردت وحان الدوني يا هدان أدات أدات أمان تهاي أردت وحان كل الدوني أن تحضر قور كانت قصوقة يبكشو لبدا إن يسقوريو أن دوني فلك لبدا أذكر كيسقون وابوين وذور الشاهد إن قو إيمو فأنكر ذلك عليه آبان آبان باب قور كي جوجي كل هطاد محرم تهاي أنا عن محرم هاي ولا جوجي وقال وحولي سمعت عثمان بن عفان بن كمغلي وابي يقول سوره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وحما غورسن كره ولا ينكح ولي نما نكون كره وحما غورن كره ولا يخطب ولي بقبر دم توني كره قبر دم توني كره انا ما حيلي انا وحولي هي نكا محرم كي يعني وحيالها حتى حدو غورسن لفتي سنكح ما صحي حدو غوري انا ساسو كره وي سيدي حدو وح غورو او كره حدو يعني غورع كلمه يعني هدو أقعد دلو وإنه إيمان طون تاعي هدو نكح محرم كي أقعد دلو وقت بين قريصا سلا سوكل النكاح لما صحيا بكذا تاعي لا ينكح المحرم وحمة جورن كرو ولا ينكح من جورن كرو أقولي من قن كرو ولا يخطب ضم السلدهم والسكو خلاف الطونا خطبة يض ما شهيد ونقن كرا سيمدك الشهيد بيدا شهيد سو ونقن كرا ومرقو مرقو ما نكاح لكنت يا ما مرقو نقن كرا ويسوي عن جور دعية ضد حلال كنتنا يا مرقو كن قن كرا خطبة مركا نهيجاً خطبة المدوني كرا إلا النكاح مع خطبة فالطواني هبل يهبل باي يعني قبرنا سوان ربا هلا إستيقوا كلهم وي تاسي وحوي ما وكرا نهي قاسي ولا يخطب داسي نفي قاسي أما نهي قاسي وكرهت تنزيه تاطن بي لكن لبضا هورا مبنانو هو تحريم وتحريم تاسي لبضا هورا لا ينكح ولا ينكح وتحريم أما طاند وكرهه وتيمك أن الله عطف الاخترام بين قكرتا عطف الاخترام دي لبداسي وحاران كان ولا يخطب وكراهة تنزيه لبا الشيء ونسكو اسكو حكونا هين ولا اسكو عطف كرا لبدا نيمة كريمة كان دي لاسكو عطفو لا ينكح المحرم ولا ينكحو لبداسي وتحريم ما بقنتم ايو
لمن أقوله ولا يخطب لكن وكلا تنزيه عرف مركب مكين أيوه وجوب سيدي سب كل مكين أيوه إن ربض الشيء معذوف فيه معذوف عليه حكم قيسكم لا يكون مغضان وبي حدثني عن مالك بن الجوري عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المرية أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة بكرسي وهو محرم سوى محرمة يسكت كرسي لتدك واقعد ويسكت عجرت هذه عجر تدكنا علمك ما هو ذلك وتدبا وحي كتكتان نبقوا ميمونة وحي كرسي سوى محرم كرسي رواية دي ولي ابن عباس وقال ردبا كتكي ردبا إلو إسكت بنانتها ساس وقال وفق هذا بر بابا قوى ولك ساد راد الحديث كابن عباس يعني يا انت بدن او دي صحيحين كجرى لبدوا لبدوا حديث صحيحين كجرى حديث كاس قاتانو نبغو ان كستو علمات بكل ليين خاص بين نبغا كوتاي حتى انو رهنبا محرم بو اها ادو محرم بو اها انو كدغنو انا خاص بين نبغا كوتاي اما محرم نمد لوغه ما جيدا نبغو حرم بو خدايه معن بو خدايه وخا لوغه جيدا حرم كو جوغي ونكون كرتا او روح ادو حرم كجوغو اسقو حلالا وا محرم با لودن كرا لانه مقيم بالحرم حرم كو جوغا meela badan baa yana bushiba dhacay laakiin khusuusiyadda nabiga waa laga dhigay oo nabiga waa loo ogol yahay yana inuu iska xaramka isagoo muxrim uu guursado waa loo ogol yahay xadiidkan marka nabigu inuu xaq inuu muxrim isagoo guursaday qoladeeya iska qaadatay maadaama xadiidkaasi sahayanka ku jiro xadiid u dhigmana uu aad u jirinba halka saadaraadeed laakiin waxa culimadu inteeda badan u badan yahay yana inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam soo xalaal abaa raafic ba kamid rag iyo maymunada lafteeda يا شيخ أنا وحلال النبي يقول سدي تاسع صاحب القصة أنا لحديثه وحلاجه رجح إنك سو حديثك يعني ككاس بجرو أدنى وحكوا عن صاحب القصة يعني وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وحلاجه يا بلبد حديث سو ولا بدو أي مكود حاجة سعين كجرو ككلا وعين إس كك ككلا أو سو سعين كجرو إنه كسر يا الله يا بكسر سعين كجرو مركب بقى وربما يعرض للمفوق كما فوق إيه اللي جا اللي جسر هي حاجة سنة اللي جسر هي أما حاجة مطنة ما يعرضه وح كي لقى مساوية إنه كصحيح على السينما أو أمسى إنه كسر هي هو ما هي وح تاجر يا مرك كون ما يموند الله تدي لجوري رافعي لا درى إنه أرنت إسوه جابيو يا قرا يا إنه نبي حلالها تاسع مرك كجين إسا لولا يورب ما يعرض للمفوق ما يجعله مساوي له قدما فرد عمر وخلك حديد كاسم حكم نقضي عمر مركه مخو كدغاي رد و ردي حديثكي سيد عمر و ردي نكاحي رد عمر بن الخطاب نكاحه لكن نكاحي سي خول ما بنانا انه نكاحي سبب محرم روح و غورسد ما بنانا سيد عمر و خوجينيا مركه انو غورسن كاري نكاحي المقدمات كنا والله ميد و خي مقدمات نكاح الرجل مباشره و خول ما لغوما اوكلو الا ما انت محرم و جيرتو انا حلال و مويه وبي حدثني عن أوربة نكاح حتى الحتى كلن كي قبل أحاس كاجي صحيح حلاش عيد ببدل كل مين حش كبا كاب بريدة لما كل ماس أوربة تحلل الثاني جأم بحلال كون نقطة قبل يقول تحلل الأول تحلل الأول طيب يقدر كل حد يقوم بحلال كون نقطة جاي يروح لما وضيه يسوي وكو حلال نقطة تحلل الثاني ثاني جأم بحلال كون نقطة يصير له أتكي فرصه يعني وحال دي روح عن إنه إلا نفتي سيبوا لا دغالما يا دي تريف يو حلو اوغلاادو عبادته كل كابا كخمانس بني ادم كادان وحا دان اود لا سارين عبادته كخمانس تاسبو وبي حدثني عن مالك عن نافع بي حديث لا غوري مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم وحم قرسن كرو ولا يخطب على نفسي نفتي صفو دوني كرو ولا على غيري نو دوني كرو نفتي سي غير منه ما دوني كرو لكن تقوى كراه واسكت كراه يعني هو تزيه كراهه تزيه وبي حدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المصري وسالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار سئلوا حل ويديه عن نكاح المحرم انك من انك انك محرم انك غوكيسي وغورسدو فقالوا وحيلين انطبا وفق هذه وويلي لا ينكح المحرم ولا ينكح من غورسن كره وحنا ما غور كره ولي ما نكون كره قال مالك محوري في الرجل رجل كمركو كان المحرم يا محرم كان انه يراجع وسوء عشان كرا امرأة وإن شاء طوطونه إذا كانت مركبتي في عدة منه إدها ديك كجرتون هل كان وحوك يعني وحو هل كاكلي يي الله محرمة يتكبر لي فرطي مثالها خج عيد مقول با مقول هرلا ما أهبوني نقول كبر لي سوء رجع سنكرا لكن مقول سنكرا ما يعني لكن خج عيد ولو أقول يعني إلا وإستدامة النكاحنا ابتداء نكاح معه
نكاح لا بلابا يا ما واستدامة النكاح النكاح بالي يعني اللي تي هرم بالي دائمين ساد رادد شاهد علماء بركون كسو شاهد شاهد شرط كدغتي ما تقول شافعية علماء بركون شاهد شرط ما صداقنا شرط ما يعني رجعيه النكاح حر ما لكن هذا قبل عدة كبحضوا وعدة بركة كبح هذا دنا دي بقول سبتو انت سبحان قرن يساوي نكاح حر هو رعي ونقر يوم رجعيه ما هو بنان خلقها ساد رادد بقول يعني قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأة من شهر إذا كان في عدة منه يرجعين وقرمة وكل عدة يكون ترتقبض باب حجامة المحرم إن كان محرم كا حجامة دي ستوبين كو استوبا حكم كيس محرم قنطونا وبي حدثني يحيى عن مالك عن يحمل سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبه استوبا هو استوبا النبي هو محرم فوق الرأس مدي حيس هل كاكور كيس اسكتوبا نكذا إنه نعم هل كاسو النبي اسكتوبا نكذا لله فوق الواسدة هو يوم إذا النبي النبي حجيب وجوه باللحية الجمل بيجي مكان كلحية الجمل إذا وجوه النبي مكان هو مكان وي أو بطريق مكة تقصونا هل كاسو النبي قد جنا عليه سلامة وسلام هل كا قلنا التوبين كديدة يسوي مسيرهم بديدة إن ديك إن جل كان الله تلا عيو ديك أنا لقى صوصار اللي بديدة وحلو ديدي وحوي إن تمها لقويو إن تمها لقويو وحا أنت بدن ذكر تادي لقو توابو ما ضح لقاه طابو إن تبيه لقاه حيره وبر لقويه تمه لقويه أنا محيي نكون جرتي صدق تنا ده نقدا النف أريه قوة جبي صدق نف صدق تنا هدي كاره لبط تن يد تن يلا ي عد يلا يمد يمدين بالا بحين وهل كي تنا بمد بالا بحين جري لبط عدي لا بحين اللي بمد بين نكون جرتي لكن صدق هدي كاره ونصه دور عباي ما نيا مركب تهدي لك إما كأنت لقاه طابو أنت لقاه طابو هدي لا حيره دميون كل قاعد مسكوك واجبين حلك اللي قد تدي حلك وين لكن أطاع طائس كإلى لسه لا بأس بذلك واحدة بأطاع طائس ما اللهم صل وبي حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه عبد الله كان وحوى يقول كيك قورة لا يحتجم حديث ما يعني المحروب اسم الطواب كرية إلا مما إنه اسك الطواب موي لا بد له أن لوجا مرمي منه سر شيء أن لوجا مرمي منه من أجله أن لوجا مرمي أو ضرره ضر بضم وكل كام هذا حموم بضم إيه ما برر إيه هدي أن لقي مرمين موية أو ضرورة إن يقبل تموية مما من أمر لا بد أن لقي مرمين له للمحتجم كاستوبيا منه من الأمر شيء أن لقي مرمين موية وكل كام هدي ضر بضم بر بضم أعطاه يلا طيب أما تأخر كقول ضر الغاتو بني كالجسيد تموية وضرورة هذا ضرورة تماطنا مركب والجو كل ينز ضرورة وبيسموه بعد كي يعني أساس وكذا قال مالك وحول لا يحتجم المحرم يونايستاب إلا من ضرورته ترى مفصلة يا باهينا اجتماعته أو كل كاب باهي ده سنة نقطه تؤن لجا مر مكرين موي لأن ضرورة اسمه حيل ضرورة محل لقمة عابي ضرورة محل لقمة عابي يعني وحوي كما اسمه اسمه دين كريسيد اسمه دين كذا بختك بكل كاب من صدر ضرورة ما إلا ما ضرورته بصوما هذا كده يسوي طبعا ضرورة أنا وحلا قد جاي حطات شيء استوى ويدو نبى كاس وكاري سيد حطات ضغط قعدوني ويدو وكل سومر دي ما نيسي ما بتهذا بتبادل مرة كبر كود ضرورة هذا كوك قبطه ده النبي يقول كوك قلادي باهذا قبطي سو كذا جيل كوس كوس دوي مورن وضرورة الضرورة تطبيح المحظورات لكن وحد شو قاتي حديث كني ينو صنكي هراء يبقى تذا يعني ينو استوى اللي ليه كي هرنا النبي يقول استوى وليه كنا وحوي حديث كان عبد الله بن عمر بهذا القوطة أنه كان يقول عبد الله بن عمر من كلامه وي إلى النبي قال مولى وعلي عليه الصلاة والسلام لكن حديث كيهور النبي قال لوعلي وين كان مرسلا مرسل بكيهور هذا نقضه النبي قال لوعلي النبي هو استوبيده يعني النبي قال لوعلي مركز أوده ما أتى احتجمه وهو محرم فوق الرأسي مركز النبي قال استوبيه بيتهور أيه تنتظر عبد الله بن عمر باقي أنه كان يقول قول ابن عمر لا يقاوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يجوز للمحرم وحنك محرم كعبنا أكله إنه عنا من السيد وقارنا نفك من أي السيد أي المسيد شيء الله صار وقاره نك محرم كان محرم كعبنا كرا من كاب وعنا كرا إلى أن وح الله صار وقاره منا وعنا كرا منا وعنا كرا كاب ونقوم بنا وبي حدثنا يحيى حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنساري ونافع مولى ابن عمر من أوران أبو عن أبي قتادة أنه أبي قتادة ك
كان وحوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا مركع هذين ببعض طريق مكة مكة وطلع الملك مدى تخلف أبو قتادة ديبو دعي مع أصحاب له ديبو دعي أصحابه إساقا أسغناتي محرمين أو يغو محرمين وهو أبو قتادة غير محرمين إساقو محبا محرمان ولي فرآ حمارا بأرك وحشيا أو بنجوه بي يعني وكل كالدبات قلاء الحمار الإهلي يوحيك لي الحمار وحش حمار وحش وكان دبات الجوبة يبربرها لي أنت بضن ميلها أكوار تنفيجي كالسو قليا كا حمار وحش بالله حمار كإهلي نوا كان النوا أن نقام كا يسو دمابا بنانا بإن لقام سو كاسي وحون نقام وإهلي فرآ حمارا بأرك وحشيا فاستوى ننكي أبو قتادة وحكورنا وحكوري على الفرس فرس كسيب وقري فسأل أصحابه ويتيه أن يناولوه صوته وش يسيه بوري أما جبه ويسيه فأبو عليه يقول لهم محرمين وأنا من فقهه هو وحيث أن أحطاتك عن طريق أكال ميسان لمن أغارسك كقيب قلبة بقريسان صادر دير بيجين فأبو عليه ويكديه فسأله ما دبو حسو آلها طنع ربحا والبورا كون السيه فأبو فأخذه سقيبا كعانتي سقص وقاطي ثم شده وكو أرضي على الحمار بكو أرضي شد يعني وكو أرضي بكدق أنت أي يعني سعاو كو أرضي وي على الحمار الدمير كيسه يعني أو حمار وحشي فقتله وسودلي فأكل منه حاقني منه من لحمه وي بعض أصحاب رسول الله بأقني وأبا بعض من هو يسكد المسألة الخلافية كل كي بنقطة صحابتنا كل كي المسألة وقادنا حكم كذا ويسكد خلافين فلما أدركوا مركي سوق قالين صحابتي رسول الله مركي سوق قالين صلى الله عليه وسلم سألوه حويتي عن ذلك خلاف كبعي هي قصة حويتي فقال وحوري إنها هي يعني إنما هي حمار كان مطعومة أي مطعوم شيء مطعوم والله عونك كروي فشيء أطعون إنسان أو طعمة أطعمكم الله إلهي بعيد السيء أطعون إيديه إلهي بعيد السيء يدك يسكعنا لأن الشيء هو حال كرنا يا شيء قال شيء أطعون كرتو مسألة باب مطابقة دي سواء ما هي شيء غارة ولنوتي دين عند الله وحده يعني برية هاي أظن محرم عطاي أما حرم كجوج أما غير حرم جوج الله جوا قرار لكن هدي إنك لو حلال هدلو أذقنا أذن لك كل هين سوونا أذقى ونا قصة وقارن ولا في شيء سجى سوى دلوده أذقنا أذن واحد كل هين يعني أود ونكاس كلمة أذن سينين جبوا للسيان الله كي يلا يجور عد جور عد يقبش أذق قبض إيو شبك أبدك إيو واحد كل كلمة يس أذن منا كل هين أذقى مرك الشيء إنك وقار صدي حلال بأوتاي إساقي أذقينا كل كوه هدية قوسي اللي إساقي بها ملكية أذقونا كل كوه وضعه لكرتا لأن إساقي هو ملكية وحو ملكية ومكسية سيدي نكي صدقة يعني نكي روح صدقة وعين حلاشة وعين أركي إذا كذا روح لصيه روحك لبس وما هدية يجري كذلك حكم ذلك سيدي أصوى كلام بين نقطتين إنما هي طعمة أطعمكم الله إلهي بإذن سيه سبحانه وتعالى أضعون لكرتان كان لعوني كان كل كان مفهوم كانت قادم طنطان وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن النبي أن الزبير بن عوام زبير بن عوام كان وحوها يتزود كي زاد صحيح وقاطبها زبير بن عوام صفيف الضباء وقال يعني إنه الرجري إلى النقطة أو كلا ضباء للهي ها صفيف كان صفيف هو حوي وهيري بلا الصلي أو كل كا الضل طليقي أما سيد مغمض لقد لقد والحال هو إسوق محرم ليهي صف صف بال لقد لقد صفيف وحاله مقعابي أنت بدن صف صف بالله قد يهلك إنتهى لك وقوله يا الله صالح سؤال لديك جري سيد اللوت أبو والدبي أما عبعيد دابا لديك جري فلك ساسا صفيف له أمك عربي صفيف الضباء هو محرم قال مالك نسبة إنو صفير وحوري إنو صفير وحوري الصفيف القديد وكلا جح جحو فالدل دل غيلك إنت بدن أبا حالو مري كلك الله مقمضين لس كما مقمضين يوم كلك روالا جح جح جري باديه فلك سالو جح جحو يالا وري جري عبعيد لديك جري كلك يري وحوغا يالا يقبلوا كوجي جري أصو كروها مركة قديد كأنه قبل مرهن معها كلية سوى الله جح جحه ونقوم كرا ثم قال يجي هلا يعني دل دليق واحد يرمى ضد كرمي على جي بدت كبركي هنا الأذبا وكرم لكن رجع هلا يدي سوى مراي أنا جو كلية هم بكرم كرمي مك أنا أنت عروض عند ماما بكرم يسوع مرهن إني نكرني بالله يا الله لكن مين نكرم تعلق تهدو إني نكرني بالله يا الله مغمض يوم بتشوي رجع لدي أوت كعيو يوم بتشوي رجع لدي المعكم من لحم كرك النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصفيف والقديد قديد كاوي هاسو كرك المقرية وبي حدثني عن مالك كرك وحكى لك أنت هذا حلال هطاط شيء هاد كرك هو سيكر سطو كرك هو رأضو حلال سيكر سطي كرك ضمنا واد قاضتي أنت هذا محرم من نقطة واد كمل كرتا لأن كرك هاد سيقب سطي حلال بعضهاي لا بأس بذلك.
وبي حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الشأن الحمار كمركو كورمي أو يعني دميرك الوحشي ونكي دلي، وذلك مثل حديث أبي النضر. إلا أن في حديث زيد بن أسلم حديث كزيد بن أسلم عطاء كوري وحاكس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري هل معكم من لحم الشيء شيء ما وضعتان ولكن تاسي وحي كسي أتكين إسا حلال لمديسة أنا قوان عني وح ما وضعتان أنا قوى محرم بارا هاي وحي كنت تسين مركا إنو نبغو إنو عنان كسي بورنا يا نبو عليه الصلاة والسلام تاسي كنت تسين إسا. وبي حدثني عن مالك عن مسعيد الأنساري أنه قال وحوري أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحن كان نبغو خرج وبحي يريد حال مكة ودونه أو محرم حتى إذا كان مركو نبغو جوغ بالروحاء ماجر روحاء له إذن حمار بو أركي وحشي وحشي ودمر دبديدة عقير معقور وبقنك أن ولا بقنك هي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كيف نبغى الله شيئا لديه أو دمر يعني بعد دمر دبديدة دمر مركان لنا كان ما يكون وحش اللي جاهو دي بدك لا وانت بدن دي وارعة كاسة اللوغة جيدة يا دمير كان اللوغة مجيد وقا تحمار وعن لين هاي مقع عام بين كل ماني انو يدي بدك لها براها جاء نقول هدو دون كاسة ايه اللي هدو نقضوه اسو نقول اياه اذا حمار وحشين اللي وحا الله حرمي كان يكا ما كان الله حرمي كان الله حرمي سيالات بدن باك التاقة ولما دبر كود بحيل ان كان ايه اللي نبي قاد دي دين لقناه وحا اللوح دي دين ما يعني دمير كاي دمير كو مطرم بدنه ما ينو يرادا لديديه مسكنني خاصه ميل طاق في عم طاقه وحلاله ومركا انقرن يلهين كنا ميلها يعني استصالده ايو دداد قنا هو حسن لو ديديه الى علمده وكلون جري سيرت لو ديديه مر بدن ما كدعي اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابي قال النبي الله شهد فقال وحي دعوه نافقا بقنها بقان اذنكم ما دامت محرمين تين اسكدايه هو اوانه فإنه يشك وحاده أن يأتي صاحبه من كيف بقنا قوستي أي ملكي إنه يما تالغ يعوان فجاء وحاج من البهي البهزي بايمد كيف بهزي بايمد هو صاحبه أنك إلى آه إلى النبي يمد فقال وقال يا رسول رسولك لا يوم شأنكم معنا اسكبنا بهذا الحمار شأنكم معنا خذوا قاتب كدقنتي شأنكم تو بمعنى خذوا قاتب بهذا الحمار ضمير كان اسكبنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسوي سلا وبرصد النبي قمنا أبيني فأمر الرسول له بأمره أبا بكر إسكق إنه كريمه وقسمه كل كا يعني إنه قاضي وقسمه بين الرفاق لوقي به لبكيسي ضدك يعني رفقتي هي ضدك مجلس سعودي الصفقة بل لوقي به ثم مضى نبي قم إسكق سعودي حتى إذا كان مركو النبي وجوده بالأصاية مجلس أصاية ليه بين حالة كونها بين الرويثة والعرج بيقول حيساي إذن هذا الضبي كرنوك بأرك النبي عليه الصلاة والسلام عون حاقف أو واقف تاجن حاقف واقف تاجن بأركي تاسو هذا تاجن بأركي محي تاجن تاي في ذل ميل جد هاد كوي تاجن تاي فيه سام كان اللي باكو نعي اللي باك الله شاء كي ورنا ولا باك نقولي سكان اللي باكو نعي أو سجل في تيسوا سكرات فزعم حوش علي أنا رسول الله الصحابي حديث كبرني رسولكم أمر صلى الله عليه وسلم قام رجل جل أن يقف عندهم أجستاد بوري أو ميجو هرسنا يو حكى على دقائق أنت وحكم بقنت دينا يا تنا نظر كلا جارسيال لا يريبه يون الشكل جلين بوليه يون أرجد حنن هو حماركا أحد نحن يون أرجد حنن أو من الناس تتكمله حتى يجاوزه إلى نور بصور عفو كإلى لتدق يون أرجد حنن هو هل كا لأن أنتوا يعني أول يوحكوفتو سوى إلي بكويا إنه يون النتابنن تدقو سود في الجري النبي عليه الصلاة والسلام نبغى رحمة دي سيبي تاسي كمتاي إيا سيدو نبغو أنتو يعني ضدك أنتو القادن جري عليه الصلاة والسلام. وبيحد عن مالك يعني نبغو سوح حيوان كانوا إلى لنجري عبادة لفت أيضا الدان روح أنك عالمك ضدك عبادة دي سا إيا ضدك عامضة حج كودة إنو إلى لنجري واجه حج كفرك دي مكا ضدك إنت بضان ضدك محرمين تي حج كحدا وضيع بهذا دي مكا حج دال ضدك سيدي عبادة جاهل بيه غريب حباس رضي ثم قمنا كل كتتك هتان عبادة دي صلى الله عليه وسلم تتك كل كت حجده وتتك حجك مر كت رعبه في المبنى بقوقه تتبع قوارن ليه هتان مرضنا أن كحر ما هتان سكبت دلو
هذا اسك بدلو حجك من يروح معنا فيرسو مرضا بمود يدو اسك بدلو هذا مرضا محمد كلا قاطي انه يعني حجك مرضا هذا اسك بدلو دد بس اذا يقول تاجي يقول مرضا ما اسك بدلين هذا يقول محمد يدو اسك بدلو يا واقعي سلا ده مهلك كتير من طلبه ده اسك بدل حجك من يقف سال يا له المودين يا ولد غريب سن رضا قاطك تو ولد غريب سن يساوي وروح حضركي يعني يسوى من الجوبة أو يسوى سوى عمره يستي عمره دي بالله وحلا وحلا على بي مونا مونا لو ما بشي جنبا يو سوى طوافين بيسك حلا لو بيا سوى طوافين با بيسك حلا لو بيا بروح يكجت تجيان صدح كل كي طوافان طواف كتطبوا ويسك يبود كل كي وراران ويسك ويسك قب حبا ويسقب كيسك بيسك دالة ويسقب كيسك بيسك بالدالة تبدأ يسكو يسك قالي مركا تبدأ يتوي هدو دون إلى ما جوا مال هالسة مركا صادرات نبغو حو إلى الجل السيدة عبادة تتك السيدة يعني نبغو التبليغ يعني سيدو دين تدك وقر سيدة إلى لنت حيوانك إيو حتى حجك روح يونا كحمان با تتك الله عبد الله هكذا وحل دوري نبغو هدو دين ليه يعني ويعني وينو نبغو إنو تتك عبادة دي ستاضعونها إلى لنن تتكنا إلى لن تاسا واجب خوة نقون إيسا هذا حجك الرعضات كرن إيسا سلام صلاة نعم قصاص وكلوه فتدان صلاة إنا إلا لن وكذا تسوق مرات أي هلك حدود تسكب بنات تبدأ تكتب بيها هذا الأرك حدود تسكب بنات بس كتب كليا فصلنا نعم عبادة صلاة دوا صوصا من مكة دين نعم مكة ورقادو في رسالته وبي حدثني عن مالك حين سعيد أنه سمع سعيدا وسمع حديث سوى كبر ربي عن أبي هريرة تبو كبر ربي أنه أقبل أبي هريرة وحكى سواق جيد سدي أما كسواق قابلة من البحرين بحرين بكيمي حتى إذا كان مركو هذه بالربدات مكان كيف بدل الأورنجري هل كان مركو جو أبي هريرة وجد الركب أبو أركي ومن أهل العراق كيما محرمين أو صاحبي فسألوه حيوي الدين أبو هريرة لما نك عالم كاي عن لحم سيد يلي بي عن أغاريت ووجدوها أهلا عند أهل الربدتي يجر الربدر إلى أهل كيد أكتس أبو أركي فأمرهم أبو هريرة وقو أمري بأكله يعني كل كا ينعنان قال لدي يعني أبو هريرة أمريبا وفاء لما موفت وضي اسكعون أبو هريرة كل ديدا صونا أغار سنة أين السوء قارن؟ قال أبو هريرة وحوري ثم إني هدنا شككت وان شكيوي فضوض مركب بركو تشكي باكو قدري تبي نضغى النقطة أما مسألة مسألة سيرة تتوي قوبا نانتاي ثم إني أنا أبو هريرة شككت وان شكيوي فيما أمرت محان أمري به السقع فلما قدمت مركان تقال المدينة مركان تقال ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر بأبو حوري ماذا أمرتهم به محال أمرتهم فقال أبو حوري أبو هريرة أمرت محان أمري بأكل إني إسكعنان فقال عمر بن الخطاب بأيلي لو أمرته ما طال أمر لهي بغير ذلك عننا هذا أمر لهي لفعلت بك وكحمو جن لها التواعد وحال وهجبيه وحولي هذا عننا تراه فضوضي بعض خلاف تيار ألبك وقول عليه سيد عمرنا ألب درة لله درة إسكاي سنجر يعني روح روح وكل كدونه يرو علمه ده ويد بجري ولد عجري والقاس إذا ندك هذا لا تأ هذا لقى دم وحلقوه شيءين أو أن كل كبر كل دقوه هجبي هذا قال فتاضو يعني وحويه إمامكم منه وحاجات إمام يهي يودو يمادو ورجل سيد وحدو كيسان ضدك فالكاس أركجح يجري يعني فالكاس ونو والبا سيد عمر الدرهدي ضد ظلم بوحوها جن جري بالي وبي حدثني عن مالك بالي قوري حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صالح بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة تبو مغلي أبا هريرة مغلي يحدث سوى كبر رمية يعني سوى واحد عبد الله بن عمر سوى كشي كينية سمع أبا هريرة يحدث سوى كبر رمية عبد الله بن عمر أنه يسوع محك ورمي مر به وحصام مره يحدث يسوع شاكين عبد الله بن عمر بو شاكين يا أنه يسوع بوي عن أبو شاكين مر به إنه صام مره أبو هريرة قام بق مر به قام بق صام مره محرمون بالربدة ومسلدا صام مره أبو هريرة مرك عبد الله بن عمر بو شاكين يا إنك شاكين وأبو هريرة فاستفتوه ويتيين في لحم سعيد وجدوه أي هلال ناصا تطئ كهلال أحلة يو حلالة تطئ أقار صدي وتطئ حلالة ويبقى عن محرمين هين تتك أكتوضا أكتيس لقاه لهيلبك يأكلونه وعقون أيام فأفطاهم وقفض وضع أبي هريرة تتك محرمين تاء بأكل إذن الله عمرهم بكيري قال الحرير ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته حين ويدية عن ذلك مسألة دي بديبه ويدية سيد عمر بن ويدية فقال وحوري بما أفطيتهم حضوا ورد أوفض وضع قال الحرير فقلت وحاني يعني قلت وحاني أفطيتهم بأكله قال وحوري فقال عمر بن وحوري لو أفطيتهم بغير ذلك لا وجعتك وانك حامل جلها هذا المسألة ذا سكر لأجل جواب له نبر باك وقلنا على هذا وبي حدثني عن مالك المكوري عن زيد بن أصلب عن عبد بن يسار أن كعب الأحبار يعني نكي كعب الأحبار بنجري يسوي مخضرم كأها
زمن كان النبي قال مسوق قاري لكن سيد كيس سنة كيس سيد عمر بصوا إسلامي وكل نجري سيد كيس سيد عمر والخلافة ده يستبوا صوا إسلامي أنا علم بدن كعب كعب الأحبار كعب مات عبالي لها إن كان استقع يعني عضا كورنية أنا عضبنا يسار أنا كعب الأحبار أنا أحبارته أنا أضيق السيد كودي بكل قنقرية تدك أحبارته هي علم قبضنا يهود عالمين تهاب ويصونا سيدوها كعب جساس لورجيل إن كان استقع أقبله حسوقا بلا يصونا من الشام بكيمي في الركب نسوا الله صعد مع الركب حتى إذا كانوا مرك أهالين ببعض الطريق وتضع مرك أكت هذا السعودان وجدوا لحم زيد بيله فأفتاهم كعب كعب مفتبون رضى يقول مفتبون اللي كلكم علم يقولها كلكم هذا الدين دين اللي كنت أرصدي وسي ماهر بون رضى فأفتاهم كعب كعب فضوا ضي لأكله عنا بوجي قال وكل فلما قدموا مرك وجي ما دين تذكي على عمر بن الخطاب بالمدينة تحال وكل سجى ذكروا ذلك ويشهد المذكور كي له لعمر وقال وحوري من افتاكم بهذا عنا يا ايدي يدي قال وحنا كعبان عنا قال وحوري فاني قد امرت كل مسلدي الى سقى مفتي بو نقدي قال سيد عمر باجلي فاني قد امرتكم سقى بن اميرين كدغ عليكم حتى ترجعوا الى اطون نقطان سقى اميرين ابوك يعني اساسا نقول يساوي ثم لما قاروا مركه اهايه في بعض طريق مكه مكه طريق اذا بركه مركه يعني نقدين وكلك ولا واحد وداه انه يعني سيد عمر يعني انت اسقوا كل كاي سي سقدين انه مركه يعني كل كا ورنت او ربي ثم لما كانوا مركه اهايه في بعض طريق مكه مرت بهم حصوا مرتي حجاجتي كعبنا لا سعدو رجل يعني وحصوا مر كوح ان اسكو انت بدل رجل ومن جراد جرادك وايحا ايح وص سعدا كوح كوح هرن 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 تاسا رجل اللي ده هرن با يعني يا صامرتي ومن جرادنا فافتهم كعب هذا الى وان كان يقول عالم كا ان ياخذوه قات قرتغول وانت هورسد قرتان مرض قرتان فياكلوه اي قران اسك سو شغول اسك قران فلما قدموا مركه يمادين على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك عطنا كعب هذا جرادك هنا نجيب اي شيء فقال وحولي سكعب كجري ما حملك محاك وحن بارك عبو ان تفتيه بهذا عنا محاك اي حوتلي قد كان محرمين تها قال وحولي هو يسو من سيد البحر وضع أغاد إيدا ويهي برق أمبا لديدي جري أغاد برق أمبا لديدي جري شرق ويهي من سيد أحل لكم سيد البحر تيبو كدقاي وضع أغاد بضع يعني سيد كاوي وبضع بحر بكثوك عاي قال وحولي وما يدريك علم هر وقال حاكم أغيس إنه سيد البحر يعني. يا قال وحولي يا أمير المؤمنين والذي با قرأت نفسي بيدي إن هي ما هي إيض معه إلا نثرة وحوي ونثروي وحلا صوت وروي إلا نثرته حوت الحوت حوت هندسي وي نثرته وحل إله إنه كل كجيل يو إنه كل كجيل توصل كبروف قصيو سو سنجال لك ما سود عينه وحلو رجلي ما درنا إنسان وحكي سود عجري كل كي عنا هم حلو رجلي يا سنجال لها سو كم سود عجري وحلو كلون كموين كل كوصل كبروف قصيو وحنا بقى صوتاتهم وحنا وح بدك صوت عين كلون كويه سيد كايلي وهو ما كنا عارفين أقول كتبه يهرو كهل الدين كان نوع عارم بينه نريه هو من سيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدي ما كنا عارفين إن هي ما هي معه إلا نثر حوت تنثره وصوت هذا صحوت كاسن كسر داعية في كل عام مرتين وسئل مالك وقولي مرتين كلون كاتم وسنك سيك سبود إلهي بكرم بالي لكن سيد كعب شيء واسدا إلهي بسكر ولا ده ساعات هاي بودي وسيد البحر إيه سيد البر ما تسأل ليه ولكن ده وحلو رجلي سيد البر ما إيه سيكو سورو بكرت سيد البحر سيبو كنا كون كرا بر دي إيو يا بطبو بر جوا كنا ليه وانا قارقنا كنا الله راعي ولا ده دي تاني وحيله ده البحر يعني بكونا نحن مدنتم مبادا كل كسوبه ولا أنت بدل سيد البحر وهو كسوب حبل كنا ليه أنت بدل كمان من ولاه كان الله بدي بكونا ليه كل كواينا نانون أصدق عب شيء يعني هو شيء بري أصل كيس حقه أبو كيمي حقنا يعني هو كذا نوران كرا لكن أنت بدل ما وصين نوران حقا بتقول كل جوا كذا من توم ير وكن له جو تاقي أنا قدام أي ساس نقول يسوي كل كاس وحيك تصين إسا إنه يعني بوا إنه إن كاس يعني حق به به الكل ك هلا من أبو نقولي به سك من أبو سيد كنا مركب حبته وكل جوابي من كه كو يعني كلون كسن كيسة واحد كسر ضاعت أركبه لو جوابي كرا بضبو كاي سيد كنشيم مسكي سامس اللهم صل على أشرف المرسلين وسئل مالك بالويدي عما يقال
wixii laga la qaato oo min luxumi sidi ugaadha masid hilib yani shayga ugaadha hilibkeeda ala tariiqi tariiqa korkiisa wixii laga helo yujadu di ama yujadu wixii la helo oo min luxumi sidi ugaadha hilibkeeda ala tariiqi baa laga helay hal yabtaacu muhrim hilib ugaadhe oo wadada lagu hayo oo nin iibsanaya haddana rata ma iibsan kartaa muhrimku ma iibsan kula duula yani sida ninka ugaarsaday ula garanaynin inuu muhrim yahay iyo inuu xalaal yahay فقال وحولي أما ما كان وحياء من ذلك يعترض يعني أما ما كان وحياء ومن ذلك يعترض أي يقصد كي لو رقصت كي لو رقصت هدويا يعني به إسقى الحاج نك حاج هذه الله صاو غاره ومن أجلهم سيدا حجاجة لأجل هذه الله صاو غاره فإني أكره إمام مالي وحولي أنا وان حرم يا وأنهى عن وانديدي فأما أن يكون هدويا يعني عند الرجل رجل أكتب ولم يريد به أن ألجيد به بالسيد المحرمين أن ألجيد فوجده محرم باهلا فابتاحه ويسكيب سدي فلا بأس به لبعض كاسم الله بكله قال هذا يعني سيقل له لقستين أو مركا وقارد أن يكون له لقستين ونغضي لبعض طمالي وكان ينكاسي ويسكيبون الكلاب وكل كلاب يقول قوله ساسو لبدي مسألة وقلق عليه وأنا مسألة مهمة قال مالك الحلو في من حرم أنك حرم هذا وعنده السيد نبا حرم حرمك يعني اسك حج ام عمرتي وخمره وعنده سيد وغار با اكتيسا هذا انتو حلاش اها بو سو قبصدي اكتيسا وغار با بات يا تاغن قد اساده سو غارصدي او اما سيبتا عنيبو بكسو يبسدي انتو حلاش اها بو نين كسو غارصدي اما اسغا با سو قبصدي اما و سو يبسدي وانا يعني وانا حرمتي هدي اوغو فليس عليه كركي سما ان يرسله حبي يرسي دي لي دوله هدي كان يونا اسك لومينينه ولا بأس يعني إنه قل وحيليهم مشافعين حتى أذكر أبارك عنك كهيا وصاب قبصي أحرمتهم ملكي يجيبه كبه خلاص لو أبارك ملكي يجيبه كبه حيا كل كيسو حكده جاي فليس عليه أن يرسله إنه سيدا يحمى لكن محصمين ولا بأس إذا تم لبوني أن يجعله عند يدي كوي حلاشها إنه كذا أدي ماذا إذا تم لبوني أو إسكدة إسكالك إسكدة طبعا لكن في فكرة وحريج الأذكر حلال هذا شيء سوى قبصته وهذا الحرمته ملك يجبه كبه نك دون حقاته ساسال لي لكن هذه تذكر حلاله يجب أي قاتم ويعني مننا ما سينكره لكن ملك أنت هذا صيب يعني لا تمر لكن هذه كوس دول ركبانته يدو أذو أنت كوه يوم مننا أنسينن أو أنسينا قرنن هذه أي كوه أي كوت العداته دو حي وحي كي لحم السوق قاتل من ما أكل كاسي يقول لدرينيف كسو حلاله تلتوي هلي بتوقع لتما وقار بايمكا هلي بقول إنه وقار ما هي طاية كان اسمه من معه ولكن وحولة هي فليس عليه أن يرسله ليفتسيه تاية معه كركيس معه طوطان وسكا يسنكرا لكن هاي سبوا قارما وأنه يعني ينكر السجد يبدي ولا بأس أن يجعله عند أهله غير كيسي إنه يسكت دايو وإسكا قاتل له مرة قال مالك وحولة في سيد الحيطان يعني حيطان كا تلون كا وقار سجد ديسا على حالة كون الحيطان في البحر بدأ وكجره يولا نهار يعني كي كجري وبياشا وكلونك كجرا وبيجا أما بدا كجرا يول يول برك بركده بركده ككجرا إلى بركده دي وويين يعني وحا إسقال ابتيس بيو كلون باكو ألانكرا كلون با إسقال ألانكرا إنه كينو للمهن نراه وكلون يريرو نسبور وما أشبه ذلك يوحي وحاوات أداد صدا كوكا دربتو إنه حلال للمحرم أن يصطاده ما دام سيد البحر يعني بدي كمان نيجي بدي كورة بدي كورة خلون كهدو كجرو وبيجينا نيمكا يبي هي الكلمة كواعد لو تفرد أيه وحي كده جرا خلون هي كجرا وحكاد لقاهم سيد البحر أبو كاد لقاه إلا بحر إله هو ماجا قذن أبي كجران جدد ما بحر بطل بحر ما وضع ووحي ماجا وبي بي بدن ده ماجا كجران بحر وبيسون غنيسا صادر ديد بقال مالك وحكولي في سيد الحيطان خلون كوارس شديسة حال كونه في البحر والأنهار والبرك يبرك دهوي وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده باب ما لا يحل للمحرم أكله من السيد إنك محرم كا وحي وإنه حرائنا أبنانين لا يحل للمحرم أكله من السيد من السيد ذو بيان لما ما ضيع عن بيان طيب كذلك وبي حدثني ما يحيى عن مالك عن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن السعب بن جثامة الليثي أنه أهدى سعب بأس هديه للرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا من سوحديه حمار طمير كان شيء اللي ده حمار وحشوي وكي وحشيا وقيد دان لغو درين وحي لقرر ما حمار كي كان وقولا كان هو بالأبوائب والنبي كنا كسونا هو بودان شك من الراوي رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبي وحول أنه ما عمايو يسكدي ذا النبي. فلما رأى رسول الله مركو أركي ما في وجهي يعني صعب بقى يعني يرى كل كان نبي وكل عليه يمرق ذي وجهي كي وحي كسر أنا فرق أركي. قال وحولي إن أنا ولم نرده عليك ما أن كودي ذن وكم أن صاطور إلا أن حرم ما شاء الله بناني مرك صادر أدون بكو بناية تدون هاي الصو أنا وما عمري كره وحلال ما معه كل كم حكاية كان تاي ما حتى بالنبي وكون أنا بودك كويدي كنا ما عمري نقول ما الفارق فارق ما عمري قنايا كوا حين صامرني عنا يقول النبي يقول كي الله صوب عليه اللي سيد كان مثل الحمار كان يحيبوها قال وحيرين رواية كلا وحي شيء لحم حمار وهي إما نولي أدون نولي هاي سجد النبي يقول وبديد عليه سيد المسلم ده سقور نول وابن مقلي سقور نول هتاد كي أت أدقو حلال قاد سيه سيتيبه بق كل كذا حرمة كي جبنا جسماعي كنا ميا النبي قال لسه هذه يكرا سقور نول لبسه هذه يكرا سقور محرمة سقور محرمة النبي يقول لبسه هذه يكرا وأنا لحم حمار النقل لحم حمار المركة هدي مركة سديم النبي كدي دي لحم يجي سوكي خلاص يقطن طي وهذا جسنت يجري فضوة دي لكل جوا ذا جسنت خلاص فضوة طي كان محا النبي كدي دي وحال غي يا با ننكري إنه النبي قد رأيت أصوب علي سأسأل ليه هذين اللحم كدق ما هذا هذا اللحم كدق إنه النبي قد رأيت أبو أصوب علي هذين إنه اللحم أين كدق إنا هذا بنو اليوم ما بنانا بين لقاطه النبي ما بقاطن كربا سو حماره ونور أو جيسلي يعني سداسة حمار كملا جيسنا ملهي أنا وحلو جيدا أنا حمار كويس دي سو صو ونال نبي ما بقى هذا نبي إلا أنا حرم. اللهم صل على أشرف المرسلين تأساس يكون نقطه. وبي حدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج حال كسرية مكان كعرج ليلة وهو محرم من سبب النبي محرمة في يوم غريبة صائفا وقرر قد غطى غريبة النبي وطبالي وجه وجه كسيب وطبالي بغضيفة بكون طبالي بغضيفة أرجوان أما بغضيفة أرجوان عس أرجوان هو عصين يكون طبالي ثم أوتي باللحم سيد بالله يعني. قال فقال لي أصحابي كلوا هنا فقالوا حين ولا تأكلوا أنت قال وحولي إني لست كيأتكم إنما سيد من أجلي أنا قتراتي بالله صعوب علي وأتي مسيرة أن صور شغل وكلوا يعني وحى شرط يا مرك اللحم قال لحم ينين وحى شرط يا إن أديك ترات الله صعوب علي أما إن خلقت الله صعوب علي لكن تقدر إلى روح أن يسوى حلال وصعوب علي أدقون هذا شق كل هين وحكال معنا هذا دل كيس كقيب قادم ليبنا هذا سينين أرد كينا هذا كلا قيب قادنا شبكينا هذا لا دقل والله عوني كل قاع وطولنا بقعونا يجل عليه سلاة وسلام كلوا عنا فقالوا أولا تأكلوا أنت تنوى عبنا أنت كل دو شيء والنبي قد ديده سؤالنا النبي قال لقوع إنكر عليه سلاة وسلام حير النبي يوم الدين فأسكوا أحكام بحق خصوصية هذا موية نحن النبي قال لقوع جوابه إنك تراتيب الله صوره وبي حدثني عن مالك بالقوري عن هشام بن عروة عن نبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت وحيتري له عائشة وحي كتري عروة وحي كتري وعبر يروي الكابرة ويبنى عبتي إنما هي إنتا أشهر الحج إنما هي يعني عشرة ذي الحجة وهي عشرة ذي الحجة إنما هي أيام أيامها حجك حجك أكل اليهي عشر الليالي وتبنها بين تبنها بين بحجك أكل اليهي أنت بضن دواء أنت بضن حجك أنت وضع يوي وتبنها بين عشر ذي الحجة لها بحجك أكل اليهي فإن تخلج في نفسك نفط هذا هدو يعني نح ونح يعني نحديسه وتخلج هدو صوت تخلله في نفسك شيء شيء هدو نفط هذا كوي يعني نغ نغضه أي تخلج تردد هدو يعني كنت تردده في نفسك الشيء شيء قال محلال با من سماه ما بنان يهنا أنت ما سما بنان هدا تراه فدعوا يسكدا تعني وحوجي هذا شيء قال نفتيس أتكشف كذا الحوجي هذا أكل اللحم سيد سيد كني ترى مك بنان أنت مسمى بنانا حتى النفط هذا تردد أتاك شو تخلج أي تردد اسكت تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واحد كشك كذا اسكت واحد انكشك كذا ينون صار سنقول نسي يعني تنوع حوي تلمان ورعنمه ضد كأن لغة تلمامه حد كنا وحبه هي دوساني ومبرور المركو نقول نيو شو هذا حتى هو شبه إلاني إما كوا حرام لغة بما لكن هو شبه فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لديني شبهات كما كانت كإلى لسه وحي الشك كجرو اسك الى علي هاي لو حكيري كرتا ان ادو كو دعدتي فدعو يعني اكل لفظ قال مالك الحولي في رجل رجلك المحرم محرم كا يساد من اجله سيد اسك درات دي با شيء لو سو اوغاداي ف
فيصنع له ذلك السيد السيد كما ولب له هجاجيه فياكل منه ولب وعني كل كله هجاجيه يعني وهو يعلم حال وجهه انه من اجل سيده الا صور وجهه فان عليه كيع عني كل كيس وحال يقول جزاء ذلك السيد كله كيع عني والقرار على الاكل كل طال انت ادبت ان لو صوروا اسكبح الناس كده اسكبح هذا هو حبال اللي كيسيتي واضح انت وسيدي حق باب القصف كل كل جاي والايدي المترابطه على يد الغاسل ايدي ضمان قعن دبيلي او وحسوق دعدي هذو نك كقادو وكسي دعو اما نك لا كسي قادي اما نبا كسي قادي وايدي المترابطه على يد الغاسل نبا نبو كقادي وال ايدي ضم هرت انت بوا ايدي ضمان والقرار على الاكل نك عنون بان لو لي كوكو دبيس هذه نيف اريا نين او دعو وهتنا من كلا دعو وهتنا من كلا نك كسي قادو وهتي كسي قادي كو دبي قشوم با لا قاد الى كاسا عناي كاسا عناي كو دبي قادو قشوم كان با لا قاد hadda kuwii hore iyaga laftooda waa laga qaaday laakiin golkii laga qaado ku horeeyay horta waa laga qaaday hadana golkii laga qaado isaguna uu soo noqonayaa dikay ka sii qaato uu soo noqon yani saa daradii dalil qara imka wasiiro kalo neefka uga qaaday ninku hadduu isaga xunay de isagina bari noqon may waa laga qaado waa dhiba jazihi iska bixin baa loona oo kii hore ay soo qabsaday laftiisi inaan laga qaadin waa laga qaaday kii soo qabsaday laftiisi waa laga qaadi baa leeyahay marka aydidu waa aydi damaanad saa daradii قولك يعنيها ترى هلك أكون نقول فيذكرك في فيكون منه وعند وهو وهو يعلم يسبه يعني وهو يعلم اللهم صل على أشرف المرسلين ترى هذا وسؤال مالك عن هذا الجري ترى هلك صباح قال مالك الحلي في الرجل الرجل كأل محرم ويجسات الله صو قال من أجل سيد ما الله صو قال بمعنى مسيد سيد كبل لو جد مستر كي بمعنى ناف كبل لو جد قولك السيد كبل بمعنى مسيد بل لو جد فيصنع له ذلك السيد بل لو سنيه الله كريم فيأكل منه وعني فأكل أم بكر لجنتاي حالا أم بالحاضرين وهو يعلم حال وجهه أنه من أجل سيده فإن عليه جزاء ذلك السيد كله وسئل مالك بالويتية عن الرجل رجل بالويتية يضطر لون ما تجلي إلى أكل الميتة ميتين وهو يعني مو كاجوري الكاس ضرر كي وحكو حمباري باهدي لو باهي جلي بكر لجنتاي إلى أكل الميتة هو محرم من سوق محرمة يعطينا بختي إنه عنا نفتي سيب نفتي باقوتي أي سيد سيد نفتي كل كي قبضته سيد بختك عضوني وقعد بياض قادم كرتا ويادنا ما بختك أو كلا ضرورة سيد نقول وفي يأكل ميعوني أم يأكل ميعوني البيتة مس وقعد وحاول عن تا بختك عضوني سيد يلي إلا كل كي سيد كيرا ولا جاه حرمي أنا تسوق قارص تو بختك أنا ولا جاه حرمي باهنا ويا قبضته بختك عضوني ولا مني ده باه قبضته سيد كي ميو طارن ومسيد كو قادم وقلن مس بختك بيسك عضوني قال محور إمام مالك بل يأكل الميتة ميتة يسكحون أبوه حبي يرى أغار دون دوان أبوه وقت يسكحون يأكل الميتة وذلك مسيع اللي كان وذلك أركاسنا أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم إنك محرم وما بنين في أكل سيده وما بنين ولا في أخذه وما بنين وقبصه في حال من الأحوال وقد أرخص إلهي ورخصي إنك باهد وكل أعضاء في الميتة على حال ضرورته قال هذان اللي تنا ضرورة دي كان هلا ضرورة ما قاطع وقت جالس كحنا وقعد ينود وين بس قال وقت جالس طب عنده لو يال المهيو يعني في ديال لو يال المهيو أم هدية كله لكن وقعد هذا قال طب هاي بها كوك يصير نيف خلاص تطلب به أما يعني نيف قيمه هي سيب على قاعد طورا ما حبت تين دين تيسك إلى تين توك إلى علينا سيد كو عقل الشيخ بس لا ده عقل بقدره قال مالك وحوله وأما من قتله نين كدلا وأما ما قتل المحرم نين كمحرم كنية فددلا وقال لي بدلا أو أمس ذبح من السيد وقال لي وحي أما بدلا أما أغار صدا وأما ما قتل المحرم من السيد أو ذبح من السيد يعني وحيوه يتنازل تنازل واسطنا وقلوا العام من الذي قضى في اسم العمل قبل وفريل وحيد من عمل عمل وي مدو ما عمل سيد من السيد نتكلم وذو قدر يساوي وأما ما قتل المحرم من السيد أو ذبح من السيد من السيد إذا سرد جلاء فلا يحل أكله كل هذه منك محرم كان نيف ودلو منك محرم كأبا نيف كي وارئي وقورعي ما إستقعون بي حرام كان نقن مصددك كلاقي حراش أنا وألو دين فلا يحل أكله إن لعنا ما بنانا لحلال ولا لمحرم من المحرم يعني حلال من نوى محرم كروا وبقت لأنه
ليس معها بذكي شيء لقول عيلة معه ما بقول لك كرتيد بان أدوك ومحرمة نيل ما بقول لك كرتيد وقعد ما بقول لك كرتيد كان خطأنا هيا دي الكاسي أو عمدنا هيا واسكم خطي عمدك منا لك القاضي ماي أو نيا هو يقعد على الليب كان يقعد على ما قول يقعد عيوان اللي مسنا إن المحرمة هاي أقاقر ماي اسكم دوي ووحي من باب الإتلاف هذا وحي من باب الإتلاف يعني لو ما أقرأ فأكله كل كهلا يحلو حلال بوما منا حتى كي حلال شاب الحنين وقت بوما مطلع الله إله إبني سبحانه سعد هذا الشروط وضبط المركب فوق هذا وهي شيء جديد نمك وحشرت يا مركب نمك وحكورع يعني وإنه للمسلم هو كذا وكذا أما كتاب يعني ويعني يعني محرم الله أظن المحرم يعني يحب قوي أكل فلا يحل أكله لحلال ولا هذا كل كان شيء إنه محرمنا الله ويحق وغارنا ويه أما حوران كله توالا قشة حوران كله إيه وإنه يسنا أرجعني كيلين محرمينتم قالوا جدي ما يتاسي ثم حق من بعدك ولا جدي والله من ماي وأما كل كله أورن ما هي وغارنا أنا وغارني إسكمت بس لا دلقة دي ما هي تاد أرجع ولا تد أرجع أو بيجا وتسخ خلا قرطا تازيو إسكمت وغارني لا تاسمه وأهلي توسخ خلا قرطا وأما ما قتل المحرم أو ذبح من السيد فلا يحل أكله لحلال ولا للحرام لأنه ليس بذكي خطأ كان خطأ هيا وعمدا فأكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد ما كان مغرب والذي يقتله إنك يعني سمعت ذلك من غير واحد من قرى وحكم بضم ما كان مغرب حكم بضم ما كان مغرب مثل هذا أنت بضم أهل العلم علمك وحال الأرض يا كل هذا الكلام شيء كيني أهل العلم أنت بدك فوق هذا الأرض ما يشيخوا يقولي مثل هذا حكم بضم ما كان مغرب أنت بدك أساس وين الله ما التقليد به إنك مجتهد كان وحشر ذي صغر التقليد سني فرسو إنه نص دليلك دليلكم وحكم قال الكلام روح قول كما قادر لكن وحيو جيدا وعلى وكال ما يسنى ياي وكال ما يسنى سكا مشتهي ذا شخ لكن أهل العلم قوحي لهين إنه سكب حيني معايير إنك فقيه هدي وإجمع كهر مرو حسا ميا إجمع مخلاف كرا هدي هدي إجمع كهر مرو مخلاف كريس إجمع حاسد خلاف يعني أهل العلم قوحي أي كهر مرو مخلاف كريس تيبو أنا تقول راح دلي إجمع ما تكبه هذا تبع هذا الكاقيا قادر سلدوا خلافية مركة توين الإجماع كذا. هذا أفرت فقاه سوق خلافات سلدوا إجماع ميتة. هذا أفرت فقاه سوق. هذا سوق فقاه روا إجماع وعي. إنك لا تدوي ما هذا أفرت فقاه هذا وحين أورني. أدوي جاهو لقى قرب هاي. يرجع لمن كادي. وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتله كدلاء. والذي يقتل السيد إنك كدلاء. ثم يأكله هنا. دود شو دود هذا هذا يقول لجود دي. ما ضطنا إسكدر شو وقت. ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة. كفارة قرآن بالغولية مثل من قتل قتله من هدلي ولم يأكل عن قرآن منه ساق عن بعض المطاع عن صامرنا وقال لي نيف كيبا بدش وقال لي انت نيف ودش وقال كدرك تيب تلكم السيد محالقا قادم ما يعني قيب كل كدشي يعنده ما لبك هلا جزا لقا قادم وعنده لما جزا نقول إلا وحين صامرنا نن عني يسوقوا الدلين isagoon dirin loo soo ugaaray oo og intuu cunay si jaza laga ma qaadin tanna ninku haddii tiro oo uu ma laba jaza laga qaadin ilaa waxaanu soo maray nimaa aan dirin oo hadana jaza laga qaadin meenaan soo maray masaladii oo kala miya tan wuxuu ka cabiray dalka wuxuu ku yiri yaani waladii ka yaqtulu dilaa asayta bu dilay tuma yaakulu hadana isaga yum baqra fa inma alayhi kafaratu wahidatu hal kafara baa laga qaadi أكل يجرب مثل لقى قادم هايو تلك أنا مثل لقى قادم هاي مثل من قتله ولا من نقول من دلي أول ما يكون منه عن عنبا كي دلي أن يعني عننا ولا لقى قادم عن صامرني كي عننا ولا لقى قادم كي دلينا ولا لقى قادم الله بدي بجزي وحلاقة دقيا سيدين هذي لمن يروح وإذا تلان مثال الله ينير عليه خطأ بين يكون دلي لمن أما صد أما تبرن باب الندش خطأ بين يكون دلي كفارة لقى قاضي وكيف انجلي من قتل مؤمنا خطأ فتح رقبته سواء خطأ معه خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتح رقبته سواء حدي أي تورن الإيمة كالدلال خول ويخطأ كالدلال كفارة لقى قاضي وتحرير رقبته ما مدن بعد تحرير رقبته لقى قاضي بس تورن كيف هو لقى قاضي تحرير رقبته دي هذا هو تورن بأن انت خطأ كل شيء نافع روح حريان نوالي فتح رقبته المؤمنة مامد با لاغا قادي مس توبن كي ولا قادي توبن كي ولا قادي اللي توبن كو يودي تيلا زوما وي ولا قادي اساسو كان سيدكي قدي توبن ودي تيلا اسلام ولا مد ولا قادي
هذا هو حكاة لكي دلين وحلا قادي كي عنان وحلا قادي لكن كي دلين هذي سبو عنو عنو سبو عني حتى هذو عنو هل كفارة وحلا قادي هل كفارة وحلا قادي تنا وحي لم يتكد لكي حقا كل كي متافيرين يمكن هدو مثل الزانية الله إنا إلالية دو زانية وقبل دو كزي ليس مثالها قبل دو كزي ليس دور جير بكون النقضة قبل كدمنا والله سواقبتي وقرتي ما بقول شيء هذا بالغ نفر مس كل كوم بيجا كله بقول بالغ نفر هم يدون بالغ دك هم يدون ما هاي فاسا سكرو سر داس سكرو من وراء سامي الله مسلا على أشرف المرسلين تنا واسيدي وكل سيد مسلا داس سيد كلا يا وحقنا مرا يا باب باب أمر سيدي في الحرم حرم كا يعني سيد كي يعني سيد كي باب كيسي هذا بحثه هو الله مسلا على أشرف المرسلين والله سبحانه وتعالى